الدكتور هاشم الصباغ المحترم، مدير عام مدارس أوكسفورد السيدة رباب الصباغ الموقرة، مديرة رياض مدارس أوكسفورد السيدة سهيري كريميد المحترمة، الهيئة الإدارية والتدريسية المبجلة، أيها الحفل الكريم، أولياء الأمور الكرام، خير ما نستهل به حفلنا الكريم آيات عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة فرح دعاس فنوسة خاشمي. الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إنه لما يبعث الفرحة والبهجة في النفس أن نعاود اللقاء لتخريج الفوج 17 من برام رياض مدارس أوكسفورد. والآن لنستمع معا إلى الكلمات التي تحاكي القلب الصادرة بكل عفوية وصدق من الطالبة غزل سلاودة، وهذه الكلمة الترحيبية باللغة العربية وكلمة ترحيبية باللغة الإنجليزية للطالبة دارين مراد وكلمة باللغة الإنجليزية للطالبة إنجاد وسيرين القدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. مديرة فاضلة، معلمات محترمات، إخواني الطلبة، إنني اليوم وأنا أقف أمامكم في يوم تخرجي من روضة الحبيبة أوكسفورد لأجسد لكم عن كلمات صغيرة وفرحتي بتخرجي من روضتي ولعبر عن حزني وآلامي لفراق روضتي ومديرتي ومعلماتي اللاتي بذلن قصار جهودهن والوقوف اليوم أمامكم وأصدقائي الذين شعرت معهم بالسعادة
وأنا أشاركهم دراستهم ولعبهم. إنني اليوم أقدم أسمى آيات الشكر والامتنان لوالدي الحبيبان اللذان بذلا جهودا كبيرة في دعايتي وتعليمي. أشعر بالسعادة والامتنان لوجودي اليوم بينكم وأمامكم، أخاطبكم بلسان كل طفل بالروضة، وشكرا لمعلماتي، وشكرا لمديرتي، وشكرا لوالدي، وشكرا لكم أنتم أيها Ladies and gentlemen, you are most welcome to our graduation ceremony. Hope you will enjoy your time with us in this special day and campus, Oxford School. The only thing we can say is first grade, here we come. We have learned many things, how to recognize the thoughts, learn them and spell out the words. We also learn about number, shape and colors. We love our school and our teachers. Because they taught us how to love and care about others and show interest in the classroom. We became active and hard-working students. Thank you, dear teachers, and our lovely school.